جابر جوز عزة يا نعيم، جابر قال لك هتبحك واشرب من دمه يا نعيم. أول مرة في حياتي أحس بالأمان. عشان معايا يا حمد. نفسي ما بعيدش عن حضنك أبدا. مش هتقدري تبعدي، صح؟ ده أكيد. شايفة القمر اللي هناك ده؟ أنت أحلى منه. خصوصا باللون ده. جابر فين؟ حصل ايه يا بيه؟ جابر قتل رجل اعمال كبير. ايه؟ يا لهوي جابر ما يقتلش يا بيه، اكيد في حاجه غلط. فتشوا المكان. يا لهوي يا لهوي اللي اخوك عمله ده. استر يا رب. يا بيه ما فيش حد هنا والله. مفيش حد يا باشا، مفيش حد يا فندم. اتفضلوا. يا رب يا رب. ايه جابر عمله ده؟ ليه كده يا جابر؟ ده انت لسه خارج من السجن يا اخويا. Thank you.
سلم نفسك يا جابر، المكان كله محاصر. ارمي السلاح في ايدك يالا، ارمي السلاح. تمام سعادتك، انا خدت حقي وحقي شرفي. معقول يا مرة احنا فعلا مع بعض وبقينا متجوزين؟ ايوه متجوزين، وبقت مراتك وهفضل كبسة على نفسك لاخر العمر. حبيبتي انت كنت حلم بالنسبة لي، معقولة يتحقق بالسهولة دي؟ حاسس ان انا بحلم. اكيد لك بقى انك مش بتحلم. اهو يلا اهو بس بقى بدل ما ارميكي من هنا بقى. منزل بريد سليمان؟ في ايه؟ ايوه انا بريد سليمان. اتفضل معانا. معاك على فين؟ حضرتك عليك حكم بالحبس. ايه؟ حبس ليه؟ فهمنا فيه ايه بسرعه؟ اهدي بس يا حبيبتي، حبس ايه اللي بتتكلم عليه؟ انت مش عارف تتكلم مين؟ عارف ومعايا اذن من النيابه بالقبض عليك. هاتوه. هاتوه مين؟ يا عم سيبنا. هاتوه. ابعت لي ايدي بسرعه، كلم المحامي وحصليني. اهدى هكلمه وهجي لك حالا. بسرعه بسرعه هكون عندك. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم سعيد إمام حسنين بالسجن 5 سنوات. أنا مش عايزك تقلق خالص يا وليد، ما تقلقش خالص. ما تقلقش يا مدام، أنا أجلت الجلسة النهاردة ومفيش حل غير إن احنا نحل مشكلتنا مع ورثة نعيم. الله يجحيمه مطرح ما راح، وداني في داهية. ما تقلقش يا حبيبي، انا هقعد مع الورثه بتوعها هحاول اوصل معاهم لحل. بس منيش يا حبيبتي، انا خايف البس حكمي يضيع مستقبلي ويوديني في داهيه. ما تخافش انا معاك. بعتمد عليك. بعتمد عليك يا حبيبتي. حبيبي خلي بالك من نفسك. ان شاء الله في الجلسه اللي جايه يا جابر هنحاول نخفف العقوبه من التأبيدة ل 10 سنين. صدق بالله. لا اله الا الله، انا اخر مره خرجت حسيت الدنيا واسعه عليا مش مقاسي. يعني ايه هتقضي حياتك كلها في السجن؟ ده انت محبوس ظلومه يا جابر. انا حاسس ان شاء الله ان ربنا هيكرمك الجلسه الجايه وان القاضي ده هيخفف لك الحكم. متقلقوش، المكتوب مكتوب قبل ما تكون يبقى موجود. المهم ايه ده سعيد؟ امورنا كبير. هنا المطرح اللي انت فيه فوق السطح، اقعد في شقتي وتخلي بالك من اختي. صح؟ انا يا جابر. صح؟ احمد صح؟ عايز يبقى راجل. صح؟ انت بتوصيني على ايه بس؟ ده زي ابني. خد بالك انت بس على نفسك عشان خاطري. كل كويس. خلي بالك من ده. صح؟ خلي بالك من صح. يا تهامي ادعي ربنا النقد يتقبل وما يتنفذش الاعدام. كل اللي يجيبه ربنا كويس. ان شاء الله هنعمل اعاده نظر في الحكم بعد النقد. همتك معنا يا استاذ، التهامي غلبان ومظلوم. طمني يا حاجه، طمني. الله يكرمك يا ابني. قدم الالتماس يا متر وزي ما تيجي تيجي. تأبيده اعدام. انا الدنيا مش عايزاني يا ابني. ما تقولش كده يا ضنايا، انا عايزاك، انا عايزاك يا ابني. وانا عايز ارتاح يا ابني. عايز اقابل ربنا يمكن يسامحني على اللي عملته. رحمته واسعه يا ابني، رحمته واسعه. جاي لي يا ابني. رحمته واسعه يا ابني.
شغل. لو معاك فلوس قبلها وبلعها. بلعها؟ ازاي؟ انا كده ممكن ارجع انا عندي القانون. قول. انا لا يمكن اعمل حاجه زي كده. الكلام ده مش هتكرر تاني. جوه السجن في قواعد ونظام الكل بيلتزم بيها. اي حد بيخالف القواعد دي بنعرفه يعني ايه السجن تقويم وتهذيب واصلاح. طبعا كله فاهم كلامي كويس. معلش يا فندم، الغربال الجديد له شده. الطابور اللي جاي عايزك تكون حلق دقنك. بس عندي حساسيه. نعم. لا يا فندم نحلقها. على هنابر دور. خد المسجون ده سكنه. ماشي يا معالي الباشا الصول. ده المسير بتاعك، ده المسؤول عنك في العنبر. خلي بالك من الباشا، الباشا مش مسجون عادي، لا، ده كعب عالي، ده جاي في أموال عامة. أموال عامة إيه يا عم عطية؟ ما أنت عارف اللي فيها. اللي جاي لي أنا محبوس في راديو، واللي محبوس في مروحة، ده ما بقتش أموال عامة، دي بقت أموال لمة. الباشا ده جاي في شيكات ب 10 مليون جنيه. يا نور النبي. كام يا عم عطية؟ 10 مليون جنيه. بعد إذنك يا عم عطية. اتفضل يا باشا، خش برجلك اليمين، اتفضل. ما شاء الله. وزعت المساجين يا دوامه؟ كله تمام يا ريس. طب مستني ايه؟ يلا 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 يلا. لا استنى شويه عشان انت حكايتك حكايه. ايوه تيكا. ايوه سلم ابو حنوطه. تسلم المجايبه دوامه، بيتكم مطرحكم. السلام عليكم يا رجاله. كل واحد هنا شاب وصباعين. شاب وصباعين ما يكفوش يا اخو. اه انت مش انا مؤاخذه مش شايف الجتت اللي لا ينفعش. جدعانه منك خليها شبر واب. اللي عايز يدفع. يدفع؟ اه. كام؟ 4 خراطيس سجاير. ليه يا عم؟ ده كلها شبه بعضيها. احنا كلنا بنكح تراب. يبقى تقضيها زي ما بقول لك. شبر وصباعين. تعال ورايا. استيكا. ده مكانكم.
عندك؟ أمورنا أخويا ابن أم أبويا. بس إيه ده غالي قوي قوي قوي. بكام يعني؟ يعني 10 أحمر وخمس خراطيش. مش كتير عليه؟ خلاص أبيعه في حتة تانية. الله الله الله، وأنت زعلت ولا يا أخويا؟ وأنا اشتريه تسلم الأيادي. يا دي منسي الإرادي. أيوة اتفضل. ادي 5. ايوه وبقالك عندي 10 احمر. ماشي يا اخويا. اه يا اخويا. سلام يا اخويا. سلام يا اخويا. تعالى حبيبي خش عليا. خد. ايوه يا اصلي. لا يا عم كله تمام. اه تنساش الزياره الجايه كده تجيب لي كام خرطوش السجاير على كام علبه جبنه بيضه على علبتين عصير مش حل كارتي ب 100 جنيه بينفع هنا. يلا يا باشا. سلام يا نجم. سلام. سفينة هنا يا سفينة. ايه يا عم يا قفشة ولا ايه؟ على وضعك يا علم. خلص. حد عايز ينسى اللي حبسه؟ عايز حباب شغل. حقاتك فردايه ونص. حد عايز ينسى اللي خانه؟ طب حد عايز ينسى اللي علم عليه؟ طب حد عايز ينسان انا؟ هتلعبوها معايا صايمة؟ على صوابعك يا زميلي انت وهو. الخمس صوابع طول طالعين مني يا هستكل. وانا زيهم يا حماده يا عسل سعد الجن واصل. اصل يا زميلي يبقى كده نلعب. العب في الملعب يا حماده. هو ده ايه ده؟ حد يكتب له اعز الناس امي. طب اكتب له اعز الناس ساوسن. يا ام اسمها سوسن. وللفه دي يا ابو حناطه. ياد بشوف دم خفيف معاك ولا لا. ايوه دمك عسل يا ابو حناطه. خلي كتفك معايا. كتفك عسل. سوسن يا بالسين ولا بالصاد؟ ايه يا دوام اللي رد قليل قوي كده ليه؟ ما كله على يدك يا حاج السول. وبعدين المساجين مقشرين وبيكحوا ملح. لا لا مش هي دي الحكايه. امال ايه طيب؟ لا لا انت بقى اللي تعبت خلاص وصحتك ما بقتش مستحمله الشغلانه. مستحمله الشغلانه؟ اه دي كده هتوصل. وبعدين انا تابعك وبكره هتظبطهم لك. الشغل يتظبط لما تعرف تظبط نبطشيك بتوع العنابر اللي مقرطصينك. لا محدش مقرطصني. وبكره هتشوف انا هعمل معاهم ايه. طب انا هديك فرصه اسبوع واحد. اسبوع واحد مفيش غيره. ظبط نفسك بدل ما ظبطك. ده شيء متوقع يا استاذ وليد. ايه اللي متوقع؟ انا بقى مش متوقع. ليه يعني؟ اخد حكم في 10 سنين سجن. 10 سنين سجن يا متر. والعمل يا متر اللي بيحصل ده مش هينفع خالص. لازم يبقى في حل. انا عملت نقد بس لازم نشوف صرفه مع ورث نعيم. لازم نحل مشكله الفلوس دي. انا بكره هقعد مع ابنه الكبير وان شاء الله هوصل معاه لاي حل. اتصرفوا. احنا لازم اخرج من السجن يا متر. حاضر. حاضر حبيبتي. ما تقلقش انا عايز اخرج من السجن. مش هسيبك ان شاء الله هتخرج. احمد محمد السيد. افندم. سعيد السيد القط. افندم. محمد عبد الحميد علي. افندم. وليد سليمان محمد. افندم. خد المسجون ده عشان يلبس لبس الاحكام وينقله عنبر المحكومين. تهامي. عمر يا باشا. مبروك يا تهامي. النقد اتقبل. بجد؟ انت كريم يا رب. افتح باب عسكري. صبح يا جاد. صبح يا حماد. مالك عمهم؟ مش
شايل طاجن ستك وما بتكلمش مع حد خالص، في ايه؟ انا كلامي قليل. الله الله الله، ليه اللغه دي بس يا جابر؟ ولا اللي فيه مكفيني، انطر. خلاص يا عموم، انا قلت افكك، مش عايز تفك ما تفكش. ايوه، ايه الريحه اللي تقرف دي على الصبح؟ والله حبسه بقت تقرف. عليا النعمه انت اللي تقرف وتعر، توكل على الله. بعد البصله لما كانت بتتقسم على اتنين، الحبس بقى مليان مباليات. يا راجل يا راجل، خليك في شعرك اللي عامله بالفازلين ده ولا ما اعرف بايه. يلا يا اخويا، هتجيلي من الدائره هجيلك من على المحور، توكل على الله. سمعنا سلام عليكم. يلا لم نفسك يا ابني، هجيب عينيه هجيب عينيه. سيبه، عندي انا كبير، ما تسامحه، عندي انا كل ده كبير. ماشي، فهمه فهمه ان انا جزاوي وعالشر. يا عم اوعى يا عم، اقعد نحكيش لي شعري. حبسه تقرف. صبح يا مايوب يا جامد. انت وخليك في بيتك. ايه؟ اقعد يا ابني. ماله عمك ايوب ده؟ اللهم لا حسد، واخد تقبيتين. يا ساتر. قلب نفسك يا ايه يا عم، في ايه؟ ايه العوا ده؟ عويض علي بقى. حناطة، صباح الفل. الراجل ده يخصني. تعال هنا. مبروك على البدلة الزرقاء. انطر يا دوز. مبروك على البدلة. دراع السلامة. روح. تسلم المجال يا كبير. مبروك البدلة الزرقاء. الله يبارك فيك. خطوام. جابر. عشان تعيش تمام في السجن لازم تبرز. ابرز يا حضره الصوت، ابرز. ما دام انت بتبرز يبقى هتعيش في السجن ولا كانك رئيس جمهوريه. انا ممكن اديك اي حاجه انت عايزها، بس اهم حاجه ما تهنش. لا تتهان وانا موجود. طب عمر، عشان اظبطك عايز اعمل مكالمه تليفون. اتفضل. المكالمة مهمة قوي. ها، تجيب لي بقى كارت شحن ب 100 جنيه. عادل باشا صدقني، عطية ده مش مظبوط، وبيتعامل مع السجن على انه تكيت امه لمؤاخذة يعني. عندك دليل على كلامك ده؟ لا، بس انا سمعت من المساجين. ما انا زيك سمعت كتير عنه، بس ما قدرتش امسك عليه حاجة. وجد باشا، عطية ده زي أي عمود موجود في السجن. ده بقاله 35 سنة في الخدمة هنا، يعني أكتر من تقبيلة. عارف كل صغيرة وكبيرة على اللي بيحصل جوه هنا، عارف أفكار المساجين، ألعابهم، وعارف إزاي يتعامل معاهم. أيوة يا باشا، بس ده مش معناه إنه يمرح في السجن ويعمل اللي هو عايزه كأنه بيت أمه. لازم يبقى فيه وقفة معاه يا باشا. وجدي باشا، انت لسه منقول جديد هنا، يعني ما تعرفش الدنيا هنا ماشيه ازاي. السجن بلد صغيره جوه بلد كبيره، والبلد الصغيره دي ليها قوانينها وتقاليدها للي عايشين فيها. وجدي باشا، القانون بره بيقول لك المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وانا هنا جوه السجن بقول لك عطيه بريء حتى اثبت انا ادانته. رفعت الجلسة. خلي بالك من الباشا يا أبو حناط. أنا يا حصون. قعدوا في مراية. ومراية بحري، ها؟ ها؟ هاي مراية يعني إيه يا حضرة الصوت؟ مراية يعني بلطين، هواها يرد الروح، أكنك قاعد على شط البحر في الساحل الشمالي. خش على أبو حناط يلا. يلا. اتفضل.
معقول يا عم عطية اللي انت عملته فيا ده؟ ساعة بوصف لك في الكافيه فين؟ لا مؤاخذة استهانا، أصل أنا خبرتي في المهندسين مش قد كده يعني. اتفضل. لا يزيد فضلك. هي بقى تحب تشرب إيه؟ لا لا ولا حاجة، شكرا ستي. طيب عشان ما أأخركش، أحمد لو سمحت هات الحاجة. حطها هنا لو سمحت. شكرا. دي المروحة اللي أنت طلبتها. آه وجبتيها ليه يا هاني؟ عشان توديها السجن. لا دي انت تبعتيها على السجن بكرة وانا وصلها له بمعرفتي. اتفقنا؟ اتفق. دي الفلوس بتاعتك. اه بس انت دايما عن اذنك. سلام عليكم. عليكم السلام. ايه ويعني عشان الباشا بكت أبو حنطة يقعده في المراية؟ جريته هامي الجنيه هو طول عمره الراكب. خلينا نجسه. عيش نور يا باشا كده لو مخلصين. آه تحرمش تشكر بك. حسبك جابر اخوك وليد. ايه بكت اللي انت قلتها لي؟ بكت دي يعني مؤاخذه الباشا اللي معاه فلوس يشتري نفوس. بنقول عليه هنا بكت. يعني دخلت السجن بقيت باشا؟ لا بقيت بكت. بكت؟ اه اعرفك على فكه السجن كله. تهامي. تهامي باشا تعال. تهامي ده ربنا يكفيك الشر واخد اعدام واد غلبان قوي. اقعد يا تهامي. اعدام؟ مرحبا يا باشا. ازيك يا تهامي؟ سيجاره؟ شكرين. ولا انت اول مره تتحبس؟ لا تاني مره. رجاله بكره عندها طلبه زباله. ايه؟ رجاله عندها طلبه بكره. ايه ايه الطلبه دي؟ لا لا مالكش دعوه انت بالموضوع ده يا بكت. هم اللي هينزلوا ينضفوا الزباله. اشمعنى احنا لا مؤاخذه انا عندهم الحجز كله. حكم السجن وابو حنطه يا زميلي. هو حكم السجن ده ما يمشيش غير علينا احنا بس ولا ايه؟ شكلكم خلقكم ضيق وهتتعبوا نفسكم معايا. لا انت اللي هتتعب معانا. يبقى ليلك مالوش نهار. على ايه؟ على ايه بس يا مستر ابو حناطه؟ الناس دي عندي انا اشتريتهم. كل واحد خرطوشتين سجاير. يعني ايه خرطوشتين سجاير؟ ليه؟ خلاص خرطوشتين سجاير خلاص. وكمان عايزهم يبقوا جنبي هنا. مرايه؟ اه مرايه واللي انت عايزه. ماشي خمس خراطيش كل واحد. ماشي خمس خراطيش. اتفقنا؟ اتفقنا. قوم ياض من مكانك يا الحاج اللي هناك. ليه كده يا باشا؟ يلا على الناحيه الثانيه. يا باشا ده كتير شويه خراطيش لا روح ولا جم. يلا خف يا بابا خف. يلا يا حبيبي الناحيه الثانيه. يلا يا حاج هات فرشك وتعالوا معايا. يلا يا بابا. يلا اللي تؤمر بيه يا باكت. جميله تشكر منك يا تشكر. تحت امرك يا باكت. مفيش بقى شيء. عينا يا باكت ثواني ويجي لك. ثواني ويجي لك يا باكت. حاضر. ده كتير يا وليد. دي ايه؟ على ايه بس؟ في ابو حناطه كلها اخويا لابسه ازرق ونايم على فراشه. صدق ما خدتش بالي. اه دي كلها لابسه ازرق. في ايه يا استاذ اسكندراني؟ انا شايف الدرويله كده بترمي شمال واحنا هنا قدام واولى نتميز. كل حاجه بتمنها هنا راح امك. بتمنها؟ اه طالما كده يبقى ورد الوردوش عليك يا ابو حناطه ويا بخت من كان البكت صاحبه يعيش معاه وياكل على قفاه. تخلي الكلام غالي. كلامنا لا بالدولار ولا باليورو وكل واحد عارف دوره. انا حكيت معاك انت ولا جريح الجهر في ايه؟ واحد ينعم في شركة طوية واحد سوس ماشي واحد جاب واحد يا بس مش هتعدي. ايوه ماشي اقعد يا باشا اقعد ولا يهم كله في الهوا. بسم الله ما شاء الله وبقيته بلطجية وبتضربوا المساجين. يا باشا هم اللي بدأوا معانا بالشغل. اخرس. أنا أذنت لك تتكلم. أنا آسف يا باشا. سعادة الباشا إحنا ما غلطناش إحنا كنا بندافع عن نفسنا. أه
حق الله هم اللي يتعاقبوا مش احنا، ولا هم عشان مشرين يعني وبيعصفروا. انت جند؟ انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ وحياة امك لربيك. عطيه خد الواد ده على غرفه دواعي امنيه. دواعي امنيه دي هتتنفخ. لما الجدع بتاع العصافير ده هتقول يا العيشة من محمد طارق عمر. هتضرب يا شاويش، ضرب الحكومة مش حرام ولا ايه؟ لو شغلت تفاح طلع هو ده ما شفتش ليكم راجل جدع. كفاح كفاح حرام عليك يا ولاد الكلب، افرادي فيا عشان اسبسكم قلوني اوريكم اجتحفكم. يلا يا نور يا نور حبيبتي، يلا يا نور يلا تعالي اعمل لك مفاجأة، تعالي يا حبيبتي بسرعة بس. ايوه بسرعة كده بسرعة كده يا نور. ايه ايه يلا بقى انت مش قادر تعملها على الصبح دي، في ايه؟ انت بتعمل ايه في المطبخ؟ فين الناس اللي بيعملوا الحاجات دي؟ مشيتهم كلهم. ليه؟ بعمل لك فطار. يا بطني احلى فطار لاحلى حبيبه. بطني علشانك يا نور بحضر لك الفطور. علشانك يا وليد الليله عيد. مروحة ايه؟ عشان تطري على قلبك يا بكت. لا ولسه. ايه انت جايب لي مخدرات ولا ايه؟ لا ده اسخن من المخدرات. خد عشان تدلع نفسك. الف الف شكر، انا ليا طلب تاني عندك. اوامرك. جابر وتهامي. لا 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 انت مالك انت بالعيال دي؟ العيال دي مقرفة. 10 خراطيش سجاير. اكلم البير مأمور جايز يعفو عنهم. ايه انا عايزك تضغط عليه. انت قلت كام؟ 10 خراطيش سجاير. خلاص نضغط يا باشا. سوسته هو اللي بدا، اسال الحجز كله وبعد كده ضم عليه زكي وسعد، كانوا عايزين يحذبوها. انا عارف بس انا سمعت انك ظبطتهم جامد قوي. ايوه كده، محدش يعلم على الجزاوي. عشان الجيزه ايه؟ جامع يا باشا، الجيزه ما بتجيبش غير شباب مظبوطه. جدع ياض، وعلى فكره ياض انا جزاوي زيك، وما ينفعش شويه عيال سيسي يعلموا علينا. ما تقلقش انا هكلم المأمور عشان يفكك. مفيش داعي تحت الباشا، جلاب المأمور قلبه حنين وعفى عنه خلاص. ربنا يديم حنية المأمور وحنيتك عطيه يا فندم. كله بفضل توجيهات سعادتك يا باشا. ضرب الحكومة مش عيب. الو عامل ايه يابا؟ صحتك عاملة ايه؟ وحشني يابا. انا الحمد لله. انت واخواتك كويسين؟ طمنوني عليكم. وامك عامله ايه؟ بقالها زيارتين ما جاتش، وحشتني قوي ونفسي اشوفها. ايه ماتت؟ خبر اسود. لازم يا عم في الخطبه. قال الله قال الله. ايه ده؟ انا لله وإن إليه رجل. كل من علي أمبال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بإذن إن شاء الله خلاها عم حسون. مراتي ماتت ولا بالسجن ولا عيالة واحدة. يا رب يا رب. نفسي ربنا يغفر لي ويرحمني. اللهم تقبل. قادر يغفر لنا جميعا. تفتكروا يا جماعه لو الزمن رجع بينا لورا، في حد مننا هيعمل نفس اللي عمله وكان سبب دخول السجن؟ انا؟ لا انا
اعملها واعمل اللي جابوها كمان. ما كانش قصادي غير كده. الدرجه دي ليه؟ انت حصل لك ايه يعني؟ انا حكايتي طويله. الحجر تمام يا حاج؟ ده مولع. تقول حاجه يا حاج؟ انت اللي معاده كل في داهيه. صدقي يا بنتي يا عزه، انت بنت حلال امك، ده عيالك. ده الحاج نعيم ما نزلش عينيه من عليكي. لما عينه هتوجعه هينزلها. لا بجد بقى، انا مش فاهماكي يا بنتي. ده انت هتاكلي من وراه البغاشه. ده الراجل هيموت عليكي. يموت ولا يغور في 60 داهيه. فكينا بقى من الحوار ده. انا ست متجوزه وبحب التراب اللي بيمشي عليه جابر. يا حبيبتي، وانا قلت لك ما تحبيش جوزك؟ ما تحبيه، بس برضه ما يمنعش تحبي الحاج نعيم. يا بنت، ده انا بكلمك لمصلحتك. وبعدين ما تخافيش، ما حدش هيعرف حاجه، ربنا شايف ومطلع. وبعدين انا مش هخون جوزي ابدا يا كوثر، ولا هدخل لقمه حرام على اولادي. وبطلي بقى خوفك عليا، ولو جبتي سيره الموضوع ده تاني انا هعمل لك مشكله ماليها اول من اخر يا محترمه. ازيك يا سيد؟ ازيك يا خابر؟ مني سادة اللي انا وانت نبقى سايب يا سيد؟ ليه يا اخويا؟ عشان كده انا قلت للراجل بتاع الفراشه انه قلت بالفرح يوم الخميس الكائي. الف بركه. الله يبارك لك. والنبي فرحت لك يا سيد انت وسحر، ربنا يتمها لكم على خير يا رب. الله يخليك يا عزه يا رب يا رب. عايزه اتجوز بقى يا رب. جرى يا بت، مالك ملهوفه كده ليه؟ اي نعم انا عايز اخلص منك النهارده قبل بكره، بس مش كده. كده بردك يا جابر؟ اخصى عليك. هو انا ليا غيرك يا اخويا؟ طب ايه رايك بقى؟ انا مش عايزه اتجوزها ديت لو هتزعلك مني. شوف البيت، شايف اختك الكبر هتبعني. جرايه يا سيد، ده بتهزر يا جدع. بس هي هزاره زي الدبش كده. بس بيني وبينك البنت دي هتقطع بيا. والله ماليش بركه غيرها. كتر خيرك يا جابر يا رب، ربنا يخليك ليا. طب تصدق بقى، مش عارفه ازاي مش هتصبح بيك كل يوم الصبح. ده انا من ساعه ما وعيت على الدنيا وانت ابويا وامي اللي انا ما شفتهمش. حنيتك يا اخويا طول عمرك مغرقان. لو على كده بسيطه. كل يوم هاجي افطر عندك يا سيد. انا ليه بركه غير اختي؟ ما سامعينها تغلوطه يا عزه. اكبرك عند اخوك. مبروك يا سيد. كل يوم الشاي بس. هتفطر عندك ايه؟ ده انا اصلا عايز اكتيك. بس الوحدة انا واخد فيك شهادة. ما تعيش عشان انت، ما تعيش عشان انت، خليك واضح ودغري ما تخليهاش سادة. خد ودي ولا يمه، خد ودي ولا يمه، هات من اخر وقصر اجيب لك الإفادة. هتسلم هتديله هتسلم وعليها كمان تبوسها وعفني كلامة. خد ودي ولايمها، خد ودي ولايمها، من الاخر وقصر اجيب لك الافادة. هتسلم هتديلك هتسلم هتديلك وعليها كمان تبوسها وعفني كلامة. ياللي انت اسمعني بس وهدى، انا واخد فيك شهادة. ما تعيش عشان انت، ما تعيش عشان انت، خليك واضح ودغري ما تخليهاش سادة. يا عزيزي يا حبيبتي، ايه دول؟ 2000 جنيه بعتهم لك الحاج نعيم، نقطة للعروس. روحي قولي للحاج نعيم متشكرين، احنا مش محتاجين نقطة من حد. يا بنت بطلي عبط، العروسة أكيد محتاجة أسبوع، وأنت جوزك أرزقه على باب الله، أكيد محتاجاهم. امسكي بس امسكي بطلي عبط. بقول لك يا كوثر، روحي ادي للحاج نعيم الفلوس ديت، لأن الفلوس دي هتجري لي حاجات تانية أنا مش قدها. وأنا خلاص
كلها يومين، هكمل لاخر الشهر وهسيب الشغل. انا مش ناقصه قرف من سمع واي قرف. طب بقول لك ايه والنبي يا عزيزي حبيبتي، لما تلاقي شغل ما تنسينيش معايا. يا غزال يا غزال يا غزال، انت حلو في كل شيء حتى في خيال. بس يلا قولي يلا. هو حبك كل البنات اللي في المحل كده تاخد اجازه فجاه؟ انا عارفه يا اختي، الطقت في دماغهم فجاه يطلعوا رحله. بنات فاضيه رحله، يا بختهم. يا بختهم على ايه بلا خيبه. امسكي يا زوزي يا حبيبتي، انا عزمك على العصير. اي خدمه. انتي ولا اللي ما يتسمى؟ اخس عليك ليه يا بنت بتقولي كده؟ والنعمه انا اللي عزمك يا بنت، ده انا بحبك. اشربي اشربي. ماشي. بقول لك ايه يا وز، في بضاعه من امبارح في المخزن، ما تخش تجيبيها، خلينا نعلقها في الفاترينا. يلا يا حبيبتي. حاضر. اللي ما بيجيش بدهب المعز يجي بسيفه، وانا سيفه يا حبيبي. يلا عزة، مالك يا بنت؟ ايه اللي قطع لك هدومك كده؟ فين عزة مالك؟ اتبعك واشرب انت همك يا ابن الكلب. يا نجم انت تقتلني؟ ده حرامي وجاي اسرق المحل، ده فيلم بيعمله. ما تخلوش يجي هنا عليك قلبي. انا اوعى يجي هنا، وحياه امي افرجك. يا حرامي يا حرامي يا طارق بيه كداب. ده اعتدى على شرفي، ده اعتدى بمراتي، ده راجل نجس كداب. ازاي لما كل الناس دي شهدت انك كنت عايز تسرقه بالاكراه؟ مين يا باشا اللي شاهد؟ انا عايز اشوف اللي شاهد ده مين. وزميله مراتك هي برضه كدابه؟ كدابه يا باشا، كدابه وبتستين كلب كمان. ربنا يسامحك يا جابر، والله يا باشا ما قلت غير الحقيقه. وبصراحه كده مراته هي اللي كانت بترمي نفسها على الحاج نعيم، وانا ياما نصحتها وما كانتش بتسمع الكلام. والحاج نعيم راجل محترم زي ما حضرتك شايف. كلام ايه ده؟ ما تقولهاش والمال اللي كانت عندنا. حرام عليك يا كدابه وشغاله عنده. دي اعز صاحبتها، سرها كله معاها، هي اللي شهدت عليها. يا باشا ده حرامي، بص الواد عيني بتطلع حراميه كلها ازاي. يا باشا ده جاي بتزيني عايز يسرقني، لكن اعمل ايه؟ منه لله. يا باشا نعيم قدام الحكومه هقتلك واشرب من دمك. الله يسامحك. قدام الحكومه هقتلك واشرب من دمك. خدوا على الحجز، خدوا على الحجز من دمك يا نعيم. جابر ابقى اتمضمض يا ابني واستغفر ربنا عشان يتوب عليك. الواد ده خطر على الامن القومي يا باشا، فظيع، وخطر على الامن المحلي بتاعي. اوعى تسيبوه يا باشا. مفيش كلام، هحبسهولك. اتعسفت 4 سنين قضيتهم ظلومه في السجن. هو ده بقى نعيم اللي انت كاتب اسمه على رجلك؟ ياه. هو الراجل ده اسمه نعيم ايه بالكامل؟ نعيم حسن بدر. هو انت اللي قتلته؟ وشربت من دمه كمان. تعرفه ولا ايه؟ اه بس كمل كمل. احكي لكم يا حبيبي يا ابني، وحشتني قوي، وحشتني قوي، محدش يعرف عنها حاجه. يا اخويا انت من ساعه ما اتسجنت وهي طفشت ولا حد يعرف عنها اي حاجه، ده حتى الواد الغلبان ده ما فكرتش تيجي تشوفه. انا سمعت يعني ان في ناس شافوها في كباليه. كباريه؟ والكباريه ده فين؟ كباريه ايه يا اخويا؟ بس احنا بتوع كباريهات ولا نعرف بتوع الكباريهات دول؟ استهدى بالله، بس هقوم بس احضر لك لقمه. اقعد. استهدى بالله. استهدى بالله ايه؟ انا مش هتدخل الكباريه. لو قعدت سنه ادور عليها ليا، لو بعد سنه، لو بعد سنه يا اخويا عشان خاطر ابنك، حتى عشان خاطري استهدى بالله.
متغلاش عليك، الليلة دي عندها طلعة. اه الطلعة بكام يعني؟ 500 واحدة. طب اسمع، انا هديها 1000 واحدة وحلاق بقى ب 500 واحدة. اذا كان كده مبروك عليك، طلعتها عندك الليلة. سهرة سعيدة يا باشا. ايه الراجل الغامض ده؟ كابر؟ دول فاكرين اني بعت شرفي عشان الفلوس. كنت اربي ابنك ازاي؟ مهما قلت له الحقيقه هيصدقهم، هيصدق انهم شمال وابو حرامي. انت بقيتي ايه؟ بقيتي شمال الشمال. طلعوا على الواد، ما تخافيش عليه، هيعرف ان ابوه راجل حافظ على الشرف. سيدنا الصقور رمين يا العطمان فيك النجل، فيك الجمال، وقليل قليل من الجدال، وفيك اللي سلم اخوك، فيك اللي سلم. طب حد عايز يعمل دماغ في كباله؟ طب حد عايز ابو تعبير راسي؟ مش بتعبير السلم، بتاع بلاده. اخد الحق حرف يا جدع، خلي الكلام رايح جاي. بقولك يا زميلي، دي مش اول حبسه ليا، انا جاي في تأبيده مش في سجارتين بانجو.
وهارش ان الواد ده مرشد للمأمور ومحمي فيه. انا بقى وعوذ بالله من كلمة انا ما بخافش من حد. وانا ما بقولكش تخاف منه، انا بقولك اتعامل معاه عادي، شيله من دماغك. يابا هو مش في دماغي اصلا. تمام، بقنا كلهم سوا مع بعض. زكي سوستا يا سعد. اي لا معلم. ام حسونة اعمل لنا طقم ميه سودا على حسابي. احلى جبنه في السجن. اعمل شاي للرجالة يا عم حسونه. عم حسونه اعمل شاي. عم حسونه. عم حسونه مات يا رجالة. ايه؟ عم حسونه مات. يا ساتر يا رب. عم حسونه مات. ايه اللي جابك بس يا هبة؟ انا مش محتاج ما تجيش هنا تاني خالص. كنت عايزه اشوفك، وكمان كنت عايزه اوريك ابنك. وحشك. وحشني. وحشني حبيبي. وانت كمان وحشتيني يا حبيبتي. بس غصب عني اعمل ايه بس؟ ما تجيش هنا تاني يا حبيبتي. نقول لو عرفت ان انا متجوز ومخلف هتخرب الدنيا، وهي مش ناقصه. حاضر يا وليد، مش هاجي هنا تاني. بس انا غصب عني، انا كان نفسي اشوفك وليد. انت مش عارف انا من غيرك عامله ازاي. ايوه يا حبيبي، انا خلاص اتفقت مع ورثه نعيم ان هم هياخدوا نص المبلغ دلوقتي والباقي هتسدده على سنتين. طب وانت هتجيب لهم فلوس منين دلوقتي يا نور؟ ولا حاجه، هبيع ارض المصنع بتاعت اكتوبر وتسدد اللي عليك. لا يا نور، كله للمصنع. انت عارفه المصنع ده حياتي ومستقبلي. مستقبل ايه بس يا وليد اللي انت بتتكلم عليه وانت في السجن؟ يا حبيبي لازم تبيع الارض وتسدد الديون اللي عليك، يا اما هتفضل في السجن. طب وانا هبيع الحاجات دي ازاي دلوقتي وانا جوه السجن؟ ولا حاجه، هتعمل لي توكيل عام وانا عارفه المشتري، هروح ابيع له وخلاص، وبعد كده يعني تتحل بقى من عند ربنا. حاضر، انا هعمل بكره توكيل وابقى ادولك في الزياره الجايه. حبيبي مش عايزاك تضايق نفسك لو سمحت، ان شاء الله تخرج بالسلامه وربنا بقى هيعوض عليك. الحمد لله. بقول لك يا نور، ما تنسيش اول حاجه تعملها بكره تروحي بيت عم حسونه وتدي لهم اللي انا قلت لك عليه. حاضر، بس كده طول عمر قلبك حنين. ماشي يا حبيبي، خلي بالك من نفسك. يلا باي باي. مع السلامه. والله بحبك موت يا حماده، او انا قلبي اليك مشغول يا حماده. يا حماده خسرت يا حماده. لا لا انا ما خسرتش، انت والواد هستك اللي قلبتوني. عيب عليك يا حماده، اللعب كان على الجد والمظبوط. انا الحوارات دي ما تاخدش معايا، انا عايز سجاير. بقول لك ايه، فرجني كده على رشاكه خطوتك ولف لك لفتين هتجيب زيهم ولا يا عمو؟ انا حماده، انا فكك من العيال دي وتعالى لي، هاتي خرطوش السجاير وهدق لك وش. لا بقت بالزيت ولا ايه؟ ما تخليش اعملها معاك يا جدع. انت تعمل ايه؟ وارجع تعالى يا عم، مفرحه شويه. هو حملك ولا ايه؟ لا لا لا، انت نسيت نفسك دخلت السجن ليه يا جدع؟ انت مال اهلك يا اوعى. اوعى مفيش كبير في ام السجن ده ولا ايه؟
كيزه، ابن كيزه اللذيذ اللي عنده اهرامات زينا، هقول له يهمنا. ابو الوهاب ما بيتكلمش لان الصمت لغه العظماء. المساير ها؟ المساير تجيبه الحبل على الجرار. الكلام ده خلص. اللي يشوف حاجة جابر موجود. مبروك يا سابع الحجز، مبروك عليك النبطشية. يا رجالة الليلة دي ليلة عيد، يعني فرحة على كل الزنزانة. واجب الفرحة دي بقى عند أنا. واحد ما لقيتش مؤمن. واحد الواحد اثنين يا جد الحسن والحسين. ثلاثة ثلاثة بالله العظيم ما هدخلك يا سجن تاني. أربعة قعدتنا حلوة مربعة. خمسة خمسة وخبيثة في عين الحسود. ستة ست الحزن والبنات اللي على عرش صيناه. سبعة سبعة على كل خاين. تمانية تمانية على كل صالح. تسعة تسعة في الخل بقى. عشرة العشرة عشرة طيبة على أهلي وحبايبي. ايه أنت عارفك يا صاحبي قليل الاصل من يومك، والعيب عليا لو جيت في يوم ملومك. دورت في المسالك ما لقيتش حد صاحبك في وشه ولو صاحبك تمام اعمل له مقام. مبروك عليك. مبروك يا جابر، انا اول ما شفتك قلت عليك واد ذكر. ما تحرمش منك على الصور، عينك كلها ناظر. اه والله واهم شيء تمشي في طعنة، واي قله ادب بجزمك. عيب عليك يا زميلي، ده لو صاحبك ايه اللي اعمل له كارتيل. يلا يلا روحوا شوفوا شغلكم. ما تحرمش منك يا سعاده الباشا. ربنا يوفقك. الله يخليك.
مساجين بينهم وبين بعضيهم مش اكتر يعني. بعدين احنا لينا ايه غير ان الحجز يبقى ماشي تمام ويبقى مفيش مشاكل؟ ما هو عمره ما هيبقى فيه مشاكل طالما النبطش الجديد هيسمع كلامك وهيقدم فروض الولاء والطاعه. بيقدم فروض الولاء والطاعه للسجن يا باشا. امال المشكله اللي كانت في الزنزانه دي ايه؟ لا دي مش مشكله ولا حاجه، دي قعده عرب بينهم وبين بعض، الصوت عالي شويه مش اكتر يعني. لا يا عطيه، لا لا يا عطيه، اي حد يعلي صوته سجن انفرادي. حاضر يا فندم. روح انت شوف شغلك، ربنا معاك. مسا مسا يا علي. مسا سفينة. أنا عندي جلسة بكرة. تمام. والسفينة هتبقى محملة والحصالة مليانة ومفتاحها معايا. أنا اشتريت الحملة كلها. هو أنا بعت لك يا علم على وضعك، المهم هتعد لي كام؟ اللي أنت عايزه تعالى. استفينا. أيوة يا نور. أنا عملت لك التوكيل يا حبيبتي. خدي بكرة في الزيارة. خلاص يا حبيبي اتفقنا. ما تحرمش مني. خلي بالك من نفسك. مع السلامة يا حبيبتي. مع السلامة. مع السلامة. إيه يا حبيبتي؟ أنت فين من الصبح؟ عاملين لك مفاجأة. مفاجأة؟ مفاجأة إيه دي؟ ده حضرتك عقد أرض أكتوبر اللي هتعمل عليه المشروع بتاعك. معقولة؟ حبيبتي 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 حبيبتي. أخبارك إيه أنت يا حبيبتي؟ طمنيني عليكي. أنا مش كويسة خالص يا وليد. تعبانة أوي في الدنيا وأنا لوحدي وأنت مش فيها. سيبك مني أنا، أنت أخبارك إيه؟ أنا مهما حكيت لك يا حبيبتي مش هصدقك. أنا بنام على البلاط يا نور. والله والحشرات حواليها في كل حتة، أشكال عمر ما شفتها ولا سمعت عنها. أنا لازم أخرج من هنا بسرعة، أنت فاهمة؟ هتخرج إن شاء الله، هتخرج. أنا بعمل كل اللي أقدر عليه. أزمة وهتعدي وهتطلع من الأيام دي وهتفتكرها وهتضحك عليها. خلينا بقى في المهم. أنا عديت على الضابط وخدت منه التوكيل اللي أنت عملتهولي، وبكرة هكون قاعدة مع الناس وهخليهم بإذن الله يتنازلوا عن القضية. ربنا ما يحرمني منك يا حبيبتي. أنا جايبة لك كل الأكل اللي أنت بتحبه وسجاير، وجايبة لك هدوم نظيفة. محتاج حاجة تاني؟ أنا عايزك أول ما توصلي الحل مع الناس دي تطمنيني. يا حبيبتي طمنيني. ما جبتيش الواد معاك ليه؟ كان نفسي أشوفه. أوعى يكون حصل له حاجة. يا أخويا ما حصلتش حاجة ألف بعد الشر. أنا بس وديته كتاب الشيخ جاد اللي جنبينا. الواد ماشي بقاله أسبوعين زي الفل، الله أكبر عليه. ده أنا حتى الشيخ جاد مش راضي ياخد مني فلوس. وقال لي كده إن شاء الله على آخر السنة هيختموا المصحف. والحمد لله. أنا نفسي الواد ده يبقى كويس، يبقى أحسن مني. يا أخويا هيبقى كويس، أنت بس ما تشيلش هم. أنا بقى هطلع لك الواد ده دكتور. من بقك يبقى بالسامة. يلا أبو. المهم جبت البقسماط والبصل زي ما قلت لك. حصل زي ما أنت قلت لي بالظبط. يلا سيبك من ده كله دلوقتي. طمني عليك، التالت ده في ميعاده ولا لا؟ طمني عليك أنت الأول يا ابني. أنا الحمد لله كويس وراضي بنفسي. ربنا يزيح عنك يا ربنا يزيح عنك. قلنا لما تعلمت. قلنا لما تعلمت. سلام. هو ايه ده يا جابر؟ الله يخلينا نسيطر على السجن تاني. طب ولع ولع. تهاني تهاني خد يا افتح بقى. بلاش يا نادر. اصطبع. مش فيك. مالكش فيك. هو ايه ده؟ افتح بقى. ما تبلعهاش استحلامها. ما مسكر. ايه ده؟ ده زي دي. ده مالي حبوب. ده الجديد. ايه؟ في هدية؟ أحلى هدية. طب امسك شيبسي، كل يوم. ولا جزار. يا معلم. خد، افتح بقى. حبيبي يا معلم. جيب سجارة.
تروق لي الحته بقى هنا، عايز الدنيا تطول. هدوم العزه يا معلم، هدوم العزه يا معلم. انتوا كده بعتوني. احنا ما بعناكش، اللي باعك دراعك. انت ما قدرتش على الواد، والسجن عايز الشديد الجامد. عندك حق، عندك حق يا حصول، بس خلي بالك الواد بيوسع نشاطه. سفينة، سفينة يا حنط. ايه ايه يا عم؟ كلام على ايه؟ اشتري اللي ببطنك. يعني هتعدل اكتر من جابر؟ هي طوبة 10 خراتيش تخسر معايا وانا اتفرمت. وانا حنط مش قلت لك لقيت تمامك كنيف؟ قلت لك ولا ما قلتلكش؟ ياه، وانت شممت معاك على 12 خرطوشه وانا بعت لك كبير. لا مؤاخذه يا ابو حناطه، المعامله خد وهات، وعم عاشر مات. يبقى مات. دي اللي عسلنا السفينه. الله يسلمك. تعالى اقول لك. عيني ليك يا كبير. بعد السفينه في الامانه ياه، اطلع بيها. لا لا مالك؟ ليلى طاجن ستك كده ليه من ساعة ما رجعنا من عند جابر؟ مش عارفة يا سيد، كل ما ابص في عين الواد قلبي يتقطع عشانه. مش عارفة الواد ده هيعيش ازاي وسط الديابة اللي احنا عايشين وسطهم لما يكبر. أم ربنا يسامحها وأبوه مسجون في قتل أمه. تفتكر الواد ده هيطلع ايه لما يكبر وناسنا ما بترحمش؟ شادين سياخهم علينا وناسين نفسهم. أكيد هيعيروه، أنا عارفة إن هيعيروه. ساعتها هيطلع بلطجي ويقضي عمره كله في السجن زي ابنه. خلاص بقى يا توام، ان شاء الله الحكم هتخفف بكره. جمد قلبك وخليها على الله. لو هتصدقني يا جابر، انا مش فارق معايا مؤبد، وان كان عليا انا نفسي القاضي يحكم عليا بميه اعدام. ليه يا جدع؟ انت عملت ايه؟ فرجت يلا. دلع السلامة يا باشا، دلع السلامة. هات لي الحاجة من العربية. أنا أي بشروح تيجي، بشروح تيجي، بشروح تيجي، بشروح تيجي، بشروح وتحس ما عندي بأول بصوت مجروح. بشروح بشروح وبعزمي ما عندي بقول بصوت مفتوح. بشروح بشروح الحالي من جواه طاير والدم يغلي انا سباير. الحالي من جواه طاير والدم يغلي انا سباير. ارض البلد عامله حمايل ترقص وتسهر تتنايل. ارض البلد عامله حمايل ترقص وتسهر تتنايل. بشروح. ملك يا نعيم، اللي معجني مزاجك كده في ايه؟ ما تقولي يعني كوثر بجلالة قدرها مش عارفة تطري لي دماغ البيت ده. هيت بقولك ايه، انت ايه اللي عاجبك فيها ان شاء الله؟ وبعدين دي دماغها ناشفة، عامل لك ايه يعني؟ طريها يا كوثر. البيت منغنشة في دماغها يا كوثر ومش عارفة انساها. طب قوم بقى وانا هنسيها لك. قوم قوم معايا بس قوم، ده انا هنسيك اسمك. قوم يا كوثر. انا لما بكون نفسيا تعبان في الحالات دي ببقى غبي يا اختي. عليكوا على غباوتك. قوم قوم تعالي تعالي. والله انت ما انت عارفة حاجة، والله انت اللي هتندم يا كوثر. هو انا لسه ما ندمتش يا نعيم، ما انا ندمت واللي كان كائن. ادخل.
اتمنى الموت ليه؟ ربنا يسامحك ويغفر لك. يسامح مين؟ ده المفروض يموت 100 مره، يتحط في ميدان عام كده ويتنسل من جثته الانسانيه. في ايه يا جابر؟ ده ربنا رحيم يا اخي. انا مش طمعان غير في كده، مش طمعان غير في رحمتك يا رب. يا رب يا رب اغفر لي يا رب، يا رب اغفر لي يا رب. انا خايف قوي، خايف قوي. خلاص يا دتواني، ان شاء الله ربنا يجيبك لنا بالسلام. انا خايف يا جابر، خايف قوي. خير يا فندم. انا عادل صقر المحامي من مكتب المحامي بتاعك. خير يا باشا؟ في الحقيقه مش خير، انا عندي خبر مش كويس عايز ابلغك بيه. قول يا باشا. يا استاذ قول، انا راضي باي حاجه هتحصل لي. في الحقيقه النقد اترفض والقضيه بقت قضيه راي عام. يعني ايه راي عام؟ يعني الناس ما بتتكلمش غير في موضوعك. القضيه بقت كبيره قوي. لكني أسألك اللطف فيه. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم تهامي إبراهيم تهامي بإحالة عوراته لفضيلة المفتي. امتى فوتك بقى انسى
ويتمسح اسمي من على حيطانك. باشوات يا باشوات، اسمعوا مني، الولا سفينة نازل جلسة تاني النهاردة، هيرجع من المحكمة محمل في بطنه دولاب. مين اللي هيشتري الدولاب؟ جابر. لو مش مصدقني يا باشا، هاتوا سفينة أول ما يرجع من المحكمة وشوفوا خزنته فيها إيه، والكذاب الحاسب يا باشا. على فكرة يا جابر، أبو حنا تبلغ على سفينة. أنت بتقول إيه؟ زي ما بقول لك كده، عطية بلغني وأنا قلت بلغك. يبقى أكيد هيفتشوا. من كتر حنيتنا المرشدين حبستنا. اسمع منك ليه؟ أي حد مكلف حاجة شمال يرميها، في تفتيش، اتحرك. ولا مش هتمشي من هنا غير لما تعمل حمام يا باشا. ما انت شربتني جردل الميه بصابون لما بقت بطني عامله زي الغساله، وبرده ما جبتش حاجه، وانا تعبانه يا باشا، عايز اطلع استريح. وجدي باشا معلش، خليه يطلع يستريح وهعين عليه عسكري مراقبه. بعد اذنك يا باشا، ده بتاعنا، مش هتطلع من هنا غير لما تنزل اللي في بطنك ياض. خلاص نزله يا ابني بالذوق بدل ما ينزله لك بقيصريه. لا 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 باشا، انا هخش الحمام وقتي. سفينه هتعملها هنا. هنا ده ايه؟ لا لو انت مصر خليه يعملها في مكتبك. خلاني اعمل حمام قدامه وبرده ما عرفش يحرز مني حاجه. ما هم جم فتشوا هنا برده ما لقوش اي حاجه. يعني ما نبنيش منه غير المرازيه وكركبه مصريني من ميه وصابون. والشغل يا سفينه؟ ما تخافش يا علم، الامانه في معدتي رفيعه بقنبول، هصرفها واجيلك. يلا على السرير. الرجوله عملت حادثه، والطرطشه والدلدقه اخرتها قطع لسان. كنت فاكرك يا صاحبي محل ثقه، طلعت محل جزم. مالك يالا؟ مالك يالا؟ روحاني يا عرب، ارموا الصرع في معدتي وهيموتني. انت كده بتلعب لعب كبير قوي يا جابر. لعب ايه بس يا حسول عطيه؟ ده انا حتى الكره ما تحبنيش. انت نسيت نفسك ولا ايه يا جابر؟ نفسي معايا يا زميلي، وبعد ما تاخذنيش يعني يا باشا، ما انتوا واخدين حقكم تالت ومتلت وعايشين احلى عيشه، ما تخلوا اخوك جابر برضو يعيش معاكم ونوسع النشاط. انت مجنون يا لا. لا مؤاخذه يا باشا، المجنون اخو المسجون وكله في القهوه عباسيه. دوامه. انت عايز تظبط بقى؟ بقول لك ايه، انت عايز تظبط. مين اللي ظبط؟ ده رايا دوامه. انت مين يا دوامه؟ لا انت ساوسه. ساوسه؟ انت مين يا ساوسه؟ ساوسه ساوسه. يبقى السجن كله اسمك ايه يا حلوه؟ انا ساوسه ساوسه. لا في بنت حلوه ماشيه بره سور السجن لابسه شيبه ضيقه، عايزه تسمع انت اسمك ايه يا حلوه؟ ساوسه ساوسه ساوسه. يا سمسم الف سلامه عليكي. اوعى طيب، ما تجيبي بوسه. اوعى بقى، ما تجيبي بوسه. اوعى. ايه ده؟ انت عارف انا ممكن اعمل فيك ايه يا لا؟ هتعمل ايه يعني؟ ما تقدرش تعمل حاجه، انت لا مؤاخذه بوك، انا اللي اقدر اعمل، اعور نفسي عليك وبيني وبينك القانون، ونجيب المأمور ورئيس المباحث ونفهمه التيتا ماشيه ازاي، وكل واحد وشيلته. دي اخرتها يا جابر؟ لا دي بدايتها. من النهارده جابر مسيار العنبر كله. ولا انت ليك شوق في حاجه؟ لا 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 لا. طب ما تجيبي بوسه يا سيدي. يا اخي اوعى بقى. بعد اذنك يا عم عطيه، قصدي حسوا العطيه. لا انت كنت بس بس خلاص رياح يا سبسه. رجاله رجاله، النهارده فرحتنا فرحتين، فرحتنا بخروج سفينه من المستشفى بالسلامه، وفرحتنا بجابر اللي بقى مسير السجن كله. مسا وهنا ومنى على احلى رجاله.
تسلم يا دي. انا مش مصدق اللي بسمعه ده. انت بتقول ايه يا نور؟ اللي انت سمعته يا حبيب قلب نور. ايه يا ولد؟ فلوسي ورجعت لي تاني فيها حاجه دي؟ وبعدين يعني لو قلقان كده على مراتك وابنك ومصاريفهم والحاجات دي وانت في السجن، ما تقلقش يا سيدي، انا متكفله بيهم لحد ما تخرج. ايه؟ مراتي وابني؟ اه يا حبيبي مراتك وابنك. ولا فاكرني مغفله ونايمه على وداني ومش حاسه بحاجه؟ لا فوق. اللي انت بقى ما تعرفوش ان كل اللي انت فيه النهارده ده بسببي، عشان اعرف ارجع فلوسي اللي امنتك عليها يا خاين. يعني ايه؟ انا كده مش فاهم اي حاجه. اهدى بس يا حبيبي، اهدى وانا هفهمك على كل حاجه، بس بالراحه على نفسك. انا اللي مش مصدقاني حبيتك وتعلقت بيك بالسرعه دي. وانا كمان يا حبيبتي، انا حاسس ان انا بحبك واعرفك من 100 سنه، نفسي ما ابعدش عنك ولا ثانيه. وايه اللي هيخليك تبعد عني؟ انت فين وانا فين؟ اهلك اللي يمكن يوافقوا عليا، انت بنتهم الوحيده ولا يمكن يوافقوا على واحد فقير زيي؟ علشان انا بقى بنتهم الوحيده هيوافقوا وهيعملوا لي كل اللي انا عايزاه ومش هيرفضوا لي طلب. ايه بقى يا حبيبتي؟ زعلانه ليه؟ انا يا ست خلاص مش عايز ولاد. انت بنتي ومراتي وحبيبتي وكل حاجه في الدنيا. هو انت وليد بتضحك على نفسك ولا عليا؟ عايز تفهمني انك هتعيش عمرك كله من غير ولاد؟ ايوه يا ستي، انا هعيش من غير ولاد، مش عايز غيرك انت وبس. ايه؟ هو انا مش ابنك؟ طبعا ابني، وكل حاجه ليا في الدنيا كمان. عشان كده عايزك مبسوط ومش ناقصك حاجه. مين قال لك يا حبيبتي ان انا ناقصني اي حاجه؟ انت موجوده في حياتي خلاص، مش عايز حاجه تاني. يعني مش هتتجوز عليا في يوم من الايام؟ حبيبتي، هو في حد عاقل يتجوز مره ويعيدها تاني؟ ايوه كده، اضحكي كده ونور الدنيا. شفت بقى ان ضحكتك ماليه الدنيا عليا، مش عايز حاجه غيرها. وبعدين بقى شاكك في كلام الدكتور ده. ما تيجي نتاكد. نتاكد من ايه؟ نتاكد. استنى بس. ليه ستي بس تعالي استنى نتاكد. احنا لسه هنستنى. طلع متجوز من 5 شهور ومراته حامل كمان. الظرف ده يبقى فيه سوء قسيمة الجواز وعنوان المأذون اللي اتجوزه عنده وعنوان الدكتور اللي كانت مراته بتروح تتعالج عنده، والأهم من كده عنوان شقته التانية. أي أوامر مني تاني يا مدام؟ كتر ألف خير، خد دول عشانك. متشكر جدا جدا يا حالي. المطلوب منك انك هتاخد ال5 مليون جنيه وتمضيش كاتب بقيه تمن البضاعه. عروستي هياخد البضاعه يوديها مخزنه، بعديها بيومين هناخد البضاعه من المخزن عنده ونرجعها مخزنك تاني وكانها اتسرقت وهو ما يعرفش حاجه. عروستي هتاخد الشيكات اللي معاك تروح بيها المحكمه ترفع عليه قضيه وتحبسه، وهو ده بقى اللي انا عايزاه. طب افرضي اخترع حط لي الفلوس في المحكمه. مش هيعرف يحط لك اي فلوس. ليه؟ عشان هو ما عندوش غير حته الارض اللي انا اشتريتها له بفلوسي، هي دي الحاجه الوحيده اللي يعرف يسدد منها، عشان كده عايز اخلص الموضوع ده بسرعه بسرعه قبل ما يلحق يتصرف ويتحبس. انا ايه مصلحتي في الليله الهباب دي كلها؟ هتاخد 2 مليون جنيه. كم؟ بس بشرط هترجع لي الثلاثه الباقيين. ها ايه رايك؟ 100,000 دكور. وزي بقى ما عملت لك توكيل كتبت باسمك بيه كل حاجه، خليتك يا حبيبي تعمل لي توكيل ونقلت كل حاجة باسم تاني. اه بصحيح يا وليد، لازم تشوف لك محامي الجلسة الجاية يترفع عنك، لأن المحامي بتاعي أكيد مش هيجي يترفع عنك تاني. وفي بقى مفاجأة أنا محضرها لك، إني رفعت عليك قضية طلاق عشان مش هينفع جوزي طبعا يبقى مسجون. يلا إقامة سعيدة بقى في السجن. باي. هما النسوان كده طبعهم خاين وغدارين. ما تمرش عدل يا حليتها. سادة اللي قال انك ايدهن عظيم. انطر انطر للنمره تسخن.
انا برج من دماغي هيشد، انا ما عدتش فاهم اي حاجه، انا اتفشخت. انسى يا صاحبي انسى، عايش نفسك في الجو اللي احنا عايشين فيه دي، خلي الايام السوداء تعدي بالطول ولا بالعرض. خف ايدك. عيل يا راس جبل، شكلها هتعدي بمرار يا صاحبي. بمراره بقى بعسل اسود، حبسه خاره سببها مره. ادخل على السمانه، ادخل على السمانه. يعني ايه؟ هنسيب الواد ده يلعب بينا؟ لا ما تغش نفسك حصول، وكله هيبقى تمام. اعتبره كم مره في واحد عايش. الصمت لغة العظماء.